اتفضل قولي قولي بس جيت ليه؟ جيت ليه؟ جيت كأي مصري يعني، ما كنت جايين نعمل ايه وجاي نتضامن مع بتوع ليبيا. ايه الطلبات؟ طلبات؟ أولا رحيل القذافي، المفروض رحيل الطواغيت في العالم العربي كله، بشار الأسد والقذافي وملك المغرب وملك الأردن وملك السعودية ورئيس الجزائر، الناس دي كلها طواغيت طواغيت، المفروض اللي هو تنتهي بقى خلاص. فين واليمن؟ فين تفاهم جوه ما بين المتظاهرين، اللي هو ناس جاية تدعم ليبيا وناس جاية تدعم موضوع الدعم. موضوع الدعم ده بتهيألي احنا اكتر ناس عارفينه، زي الحزب الوطني كده ما كانوا بيدعموا مبارك، الناس المستفيده من النظام. اكيد طبعا في ليبيين هنا كانوا بياخدوا اللي كانوا بياخدوا البعثات وبياخدوا فلوس وزي قذافي الدم والناس دي كلها، لهم جنودهم ولهم شغلهم ده كله، ومستفيدين من قذافي ومش عايزينه يمشي. وفي ناس زي الشعب العادي اللي هم شافوا السل والمهانه والناس اترمت في سجون واترمت في معتقلات، فلازم طبعا بتطالب بالحريه.